حبيبي العزيزي الأقرب، تحية طيبة. اليوم شفنا مع بعضياتنا وصفة لمحاربة درجة الحرارة المرتفعة، واقترحت عليكم واحد المشروع عبارة على عصير كيمكننا ناخذه في الصباح مع الفطور. العصير ديالنا ناخذه فيه 5 ديال الوريقات ديال النعناع، نص خيارة اللي كتكون مقشرة، كناخذوا معلقة كبيرة ديال البطيخ، وكنزيدوا عليه نص معلقة صغيرة ديال الزعتر. هاد المكونات كاملين كنزيدوا عليهم كاس كبير ديال عصير البرتقال. كنخلطوا هاد الخليط هذا في خلاط كهربائي حتى كيتخلط مزيان، وهاد العصير هذا كنشربوه كل صباح في الفطور، وكنداوموا عليه طيلة هاد الفترة هذه لدرجة الحرارة مرتفعة فيها.